فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في بلدنا التعزية بوفاة الميت تكون بقراءة سورة الفاتحة، وقد قال بعض العلماء في بلدنا إن التعزية غير توقيفية فيجوز هذا، فهل قولهم صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح، هذه بدعة. تعزية بقراءة الفاتحة بدعة، لا تجوز هذا إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا دليل على ذلك. تعزية بالدعاء، التعزية تكون بالدعاء، تقول جبر الله مصيبتك وأحسن الله عزاءك وجبر وغفر الله لميتك، هذا الذي ورد. نعم.